صبحي توفيق الفنان اللبناني يلي مرافقنا من فترات طويلة جدا بأغاني قليلة ولكن جميلة وبتضل علقانة بالذاكرة وبالبال دائما، من نجوم التسعينات يلي ضلوا مكملين معنا ويلي وجودهم عن جد بفائلنا وبيحسسنا انه يعني بعد الأغنية العربية او الأغنية اللبنانية بخير. فعن جد اول شيء نحن نقول لك اشتقنا لك كتير وبدنا نسألك وينك. وانا مشتاق لكم. اي والله صار لي فتره مش عم بعمل شيء، مش عم بلاقي صبحي توفيق. يعني انا من اول ما بلشت هبه وانا راسم خطه فنيه براسي وشخصيه واسلوب غنائي، فلما الاقي الاغنيه اللي بتشبهني ما بقصر، بس دائما ان شاء الله قريبا قريبا في شيء جديد اذا الله رد. ما نحن حاكين وناطرين لحتى نعرف انه عن جد يكون في شيء قريب من يعني تحضيرك وادائك لانه اشتقنا عن جد. دائما في مشكله بالانتاج، مو مشكله، دائما صبحي توفيق عنده مبادئ بالانتاج بتخليه مقل، ولكن لما ينتج بينتج عمل بيلبق له ومثل ما قلت بتلاقي حالك فيه. بعدها هيك طريقتك والتزامك بالانتاج بنفسك انت موجوده لحد الان صبحي، مستمره من عده سنوات لليوم، أو غيرت الاستراتيجية خلينا نقول؟ والله أول شيء بدي أقول لك سالي، صح. أنا تلخبطت يعني ما ما شاء يهمك. الله. هبة وسالي وآلاء وتحياتي لكم جميعا. أكيد مني ومن كل الصبايا أكيد بنسلم عليك. الله يخليك. شوفي دائما الإنتاج يمكن مرات بيكون عقبة، بس لما بيتاخذ القرار وفي أغنية حلوة وبتشبه صبحي، أنا بشيل فكرة الإنتاج من بالي، إنه والله ما في إنتاج، وأنا ما بنطر شركة إنتاج وما بحياتي انطرت شركة إنتاج. يعني من طول ما أنت غايب لحد اليوم، يمكن شركة وحيدة بس تعاملت معها بسي دي اتغير، وبصراحة يعني لقيت إنه لما بشتغل لحالي بنبسط أكتر، بحس حالي فري هيك، بحس حالي عم بختار اللي أنا بحبه، اللي أنا ماشي على طريقه. يعني شركات الإنتاج عندهم شوي أفكار، طبعا مش كلهم، يمكن ما بتناسبني أنا شخصيا. فلا لا، الإنتاج ما إنه مشكلة عندي، الحمد لله. بيعمل الإنسان طريقة ليقدر يوفر شيء لينتج. أنا مشكلتي بالاختيار، مثل ما بيقولوا عنا باللبناني نيئة كتير. فريد يونيك. يعني بنطر الكلمة والموضوع اللي هو يكون شيء جديد، طبعا مش شيء مخترع يعني، لا، بس إنه بيتضمن كلمة حلوة قريبة على القلب، سهل ممتنع. لحن بده يكون إجباري، بده يكون في شيء نفس طربي، لأنه هي شخصيتي. يعني تماما. أنا إذا بدي أغني أي شيء بألوان المغنى ما بقدر ما أطرب فيه. يعني هذا شيء يمكن مرات غلط، بس إنه هي شخصيتي، فبتعب تلاقي أغنية من اللي أنا بدي إياهم. من هذا الحديث صبحي بدنا نروح لحتى نحكي شوي عن الأغنية بزمن التسعينات وليش ما عاد لقينا منها بهذا الزمن، أو برأي صبحي توفيق كونه هالقد يعني متبني موضوع الانتقاء وملتزم بموضوع الانتقاء، شو معايير الأغنية الجيدة برأيك اليوم، وإمتى بتقول على أغنية حديثة حاليا لغير فنانين حلوة ومحققة كل المعايير؟ يعني شوفي، كل زمن له وقته وله كلمته وله لحنه. هذا من يعني لنرجع بالتاريخ الفني من زمان، اذا بنشوف من جيل لجيل لجيل عم تتغير معطيات الاغنيه ويمكن الفن بشكل عام. في نوع من يمكن موجي، بتمشي موجي بوقت معين،
الشعراء والملحنين بيلحقوها، وبالتالي أكيد الفنان بده يلحق. يمكن بفترة التسعينات سالي، أنا بحسها يمكن لأني عاصرتها مزبوط وعشتها، كان من الصعب إنك تعملي أغنية ناجحة، ومن الصعب إنك تفوتي على مجال في فنانين خلينا نسميهم وحوش، وحوش بالمعنى الإيجابي طبعا. وكان في ذوق فني مختلف، كان في إعلام موجه صح، كان في إذا بدي أقول لك جمهور غير جمهور، لكن الجمهور أنا دائما بقول لهم حلوا عنه للجمهور، تحملوا ما مسؤولية. تخلوه حجي، ما أوكي تخلوه حجي، عرفتي؟ يعني دائما بيقولوا لك ما الجيل يا أخي، أنت حل عنه للجيل، اتركه يختار، ما تفرض عليه. للأسف نحن هلأ يمكن فرق ما بين التسعين وما بين هلأ اللي أنا بعدني معاصره، وإن نحن صرنا بعصر عين أكثر من عصر أذن. صحيح، وهذا بظن السر يعني. وهذا الشيء طبعا مش إنه خلص، يعني إنه نحن بدنا نسكر الصفحة وخلص نقتنع إنه العين هي، لا، في محاولات، في فنانين عم بيعملوا أغاني حلوة وطربية بتكمل وبتعيش، يعني لأنه إذا بنلاحظ نحن فترة التسعينات لهلا في أغاني ما بحياتها بتموت، طبعا عكس اليوم، عكس اليوم، اليوم نحن عم نشوف أغاني عم تخرب الدنيا، وسنة الجاي يمكن المطرب اللي غناها بينساها. هو ينساها بحد ذاته بالفعل. صحيح. مين مثلك صبحي عاش فترة التسعينات وغنى وأعطى وحب واستمر لليوم، ولكن الذائقة العامة ما بتشبهه، عم بيحاول يدور دائما على شيء بيشبهه؟ مين بتحس إنه عنده نفس يعني مسيرتك ونفس صعوبتك بانعكاس التيار من الفنانين؟ يعني أنا شوي بلعبة الأسماء بحب أبعد، بس أنا بشوف مثلا وائل جسار طبعا، الأخ والصديق، فنان كبير وائل، من الأصوات الرائعة اللي بعتقد كمان عم بيعاني بهالموضوع، مع إنه صحيح. طبعا الله يوفقه يا رب، عم بيعمل أغاني رائعة، بس يعني لما يغيب فترة بيكون عم بفتش مثلي. صحيح. يعني هلأ طبعا، هلا اجى ببالي وائل، بس طبعا في غيره يعني، بس مثل ما بيقولوا الوجع مشترك، الوجع مشترك، لانه اليوم يعني للاسف ثلاث ارباع الملحنين والشعراء عم بيروحوا على محل تاني، يمكن بعاد عنا. وانتبهي، ما في شيء اسمه غلط يعني بالفن، في شيء اسمه ذوق فني، انا بحب انت ما بتحبي، صحيح. بس في شغله وحده، اللي عم تلعب الدور، هو هالاغاني اللي فيها الكلام البذيء اللي عم بيسيء، لاولادنا ولذوقنا. بس انه كالوان فنيه، طول عمره باي زمن فني بعز الفن الراقي وكان يطلع فنانين يخرقوا هذه الوقت بأغاني بعيدة أو عكس التيار، ولكن ما عاشوا، يعني ما ضلوا مستمرين، لأنه كان ينشغل على الأغنية صح، من الكلام للحن للمغنى للتوزيع لكل شيء. مينيموم ما كان في تيك توك يمكن لحتى الواحد يحطه ضمن المعايير انه يا ترى هي الاغنيه بتضرب على تيك توك او لا، بما انه عرجنا على ذكر الالفاظ النابيه او الاغنيه السريعه الترند اللي بتطلع بسرعه وبتنتسى بسرعه. هذا اختفاء هذا المعيار اللي للاسف هلا معيار اساسي كتير ساهم بانه الاغاني قبل تكون احلى يمكن. ولكن لعبه الارقام ما بعدني عم بقول لك، لعبه الصوره اليوم والعين، شئنا أم أبينا واقع عايشينه.
ولكن اللي بفكر صح بلاقي انه انا لما شفت خلص شفت ونسيت صح ومرق الوقت وهذا اللي انا شفته راح، لانه هو ما يعني ما عاش بقلبي وبدينتي، هو بعيني. مثل ما بيقولوا يعني انت اليوم بتشوفي ناس كتير بتقولي شايفتك بس ما او شايفتك ما مش عم بتذكر مذكره وين. وين. ايوه، فاغنيه اليوم يمكن بتشبه هذه الفكره، انه انا يعني يمكن سمعها او مر علي او كذا، بس ولكن اني حافظها اكيد مش حافظها، لاني بالوقت اللي انا عم شوفها فيه انا عم ركز على عيني اكثر من دينتي، فمش حتعيش. للأسف ما رح تعيش، وهي السمة العامة للأسف لأغاني هذا اليوم، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية لفنانين طبعا ومطربين معاصرين. منحب أصواتهم ومنحب كل شيء بيغنوه، لأنه في بعده يعني محافظ على الفرادة. إذا بدنا نحكي صحيح. شوي صبحي عن العلاقات ضمن الوسط الفني، مع مين استمرت علاقتك من التسعينات لحد اليوم من الأصدقاء ضمن الوسط الفني، وبعدكم لهلأ أصدقاء؟ والله شوفي، انا يعني انا ما يعني ما عندي طريقة الاصدقاء اليومية، انه كل يوم انا بدي اشوف فلان وفلان وفلان. كل انسان عنده ظروفه وعنده وقته وعنده عائلته وعنده سفره وعنده عنده عنده يعني. بس اللي بقول لك اياه ان الحمد لله يا رب، كتر خير الله، من اول ما انطلقت لهلا صبحي ما عنده عداوة مع حدا، صبحي ما بيحكي على حدا، صبحي ما بينتقد حدا، صبحي مين ما بيشوف بياخده بالأحضان بمحبة فعلا، لأنه ما في شيء يخليه ما يحبه. فيمكن هذا الشيء الحمد لله كمان عمل لي محبة متبادلة من الفنانين وغيرهم، إنه صبحي عايش بمكان لحاله، عنده يمكن عائلته وزوجه. الحياة الخاصة المنفردة يعني. بالضبط بالضبط، بس الكل أصحاب، الكل أصدقاء، الكل حبايب. خبرتني قبل شوي ببداية لقائنا أنه ممكن يكون في عمل جديد، أو ممكن بالأحرى عم بيحضر صبحي توفيق لعمل وأغنية جديدة نحن على موعد معه. ممكن بالمستقبل القريب نرجع نسمع شيء من ألحان أولى سعادة نخلة، مثل ما كانت البداية مع بعض، اللحن الفريد، الكلمة الحلوة والصوت الدافي من عند حضرتك، أو كيف الترتيبات؟ هيك في شيء كواليس تخبرنا عنه؟ يعني طبعا اول شيء تحياتي للحبيب ولا سعد نخلي، يعني طبعا بدايتي مع نقولها كانت نجاح بنجاح، الحمد لله يا رب. هلا عن جديد، والله انا صار لي فتره ما تواصلت معه، بس نقولها جاهز وانا جاهز. وقت اللي يجهز شيء نقولها بيعرف، من أول ما بلشنا ونحن ماشيين على طريقة إنه بس يكون في شيء لصبحي بلحنه نقوله ألو اسمع يعني. ف يمكن انشغالاته بأغانيه وهيك شوي بعده عن الموضوع، ولكن إن في غنية أو ما في غنية نقولها صديق العمر. الجمهور حبكم سوا وشافكم بالبدايات سوا، وعن جد نحن بنرجع هيك بنتمنى انه نرجع نشوفكم سوا بعمل ينسينا الصخب والتشوه السمعي اللي حوالينا، لحتى نرجع إن نستعيد شاء الله معكم يعني الايام الماضيه، لانه عن جد إن شاء الله يا رب، بنحب الكلمه الحلوه واللحن الحلو وصوت صبحي توفيق معهم. يخلي لي إياك يا سالي. الجمهور السوري مشتاق لك كتير، أو بنفس الوقت لك لقاءات متكررة معه ضمن حفلات. بدنا نسألك، في شي حفلة مرتقبة كونه موسم صيف حاليا بسوريا؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله يا سلام. بالشام إذا الله رد، ب 14 شهر، وبعيد السيد إن شاء الله ب 14 آب، أكيد طبعا بالوادي. بمنطقة
منطقة الوادي طبعا أبشر. بالتوفيق يا رب، وإن شاء الله يا رب الله هيك يخليك. موسم صيف سعيد لك مع العائلة ومع جمهورك اللي بحبك ويلي ناطرك دائما. إذا الله يخليك. ما في إشكالية أنا بحب أطلب، ولكن بترك الخيار لحضرتك. إذا أنت مرتاح، بتأمري. ميرسي، تسلم تسلم. إذا بنقدر نسمع شيء بصوتك بدنا نكسبك على هوا المدينة. طيب بس هيك بين قوسين، هذه الفايقة الصبح يعني الله يسامحكم عليها. آسفين امبارح واليوم، عن جد آسفين. لا ولا يهمك ولا يهمك. طيب لنرجع شيء هيك نتذكر ايام الماضي. يلا طبعا انا غني مثل ما بيقولوا الفنان كل اغانيه مثل اولاده، صح، بس بيبقى في ولد هيك مميز هو بشخصيته بطريقته بدلعه بغنجه بكبيبي. فانا عندي اغنيه خلص الكلام من اقرب الاغاني لقلبي غنائيا ويعني كلحن وككلام. ف هي المدللة معناها. هنقول خلص الكلام ما بينا ولازم نفترق، ما هو يلي غنى غنى واللي عشق عشق، خلص الكلام ما بينا ولازم نفترق، ما هو يلي غنى واللي عشق عشق، زمن المودة عدى وامبارح والنهارده، زمن المودة عدى وامبارح والنهارده، حرق وحرام علينا بكرة يتحرق، ما هو يلي غنى واللي عاشق عاشق. يسلم هالصوت يا رب. الله يخليك الله اشتقنا يخليك. اشتقنا اشتقنا كتير. بدنا نقول لك صبحي توفيق، بعدك على البال وبعدك بالقلب، ودائما سوريا والجمهور السوري بيحبوك وبيتذكروك. اوكي الماضي كان له نكهة حلوة بنحب نتذكرها، ولكن دائما فخورين بوجودك بيناتنا بالوقت الحاضر وبكل وقت، وناطرين كل جديد، ودائما ناطرين لنسمع صبحي توفيق بصوته الحلو واللحن الدافي اللي بيغنيه دائما. شكرا كثير يا سالي، شكرا للمدينة اف ام، شكرا لكل الصبايا والشباب وأسرة الإذاعة الكريمة. بس خليني أقول تفضل. إنه صبحي توفيق سوريا إله عليه، الشعب السوري ذوقه الفني ودينته الفنية إله كثير على صبحي توفيق. فالله يديم هالبلد ويديم شعبه، وإن شاء الله يا رب منضل على تواصل دائم، والمسيرة بدها تكمل أكيد إذا الله راد. أكيد أكيد بدها تكمل، ونحن بنفخر بوجودك بيناتنا دائما عائلة شكرا واحدة، وبنتشرف بوجودك أبشر، باستديوهات المدينة بالمستقبل القريب. إذا كان وقتك بيساعد نحن كتير بنحب شرف نلتقي لإلي، فيك أيضا كمان. شرف لإلي. الفنان اللبناني صبحي توفيق، أهلا وسهلا فيك على هوا المدينة، شكرا لوجودك معنا، شكرا لوقتك، وبنتمنى لك كل التوفيق دائما. يسعد لي صباحك يا رب. شكرا شكرا، يسعد صباحكم. وصباحك يا رب، نتمنى لك كفاية نهار رايق وحلو مع الفنان اللبناني صبحي توفيق، اللي دائما بعده على البال وبعده بالقلب.